السلام عليكم، السلام عليكم اخواتي واصدقائي واهلي، عاملين ايه؟ والله وحشتوني. عاملين ايه؟ ان شاء الله ان شاء الله ربنا اهو خلاص ابتدى يزيح الغم عننا ان شاء الله، وهننزل بقى اشغالنا خلاص. ده قرار من سيادة الوزير، قال كل الاشغال هتفتح دلوقتي والدنيا هتستقر. يا رب يا رب، بس نحافظ على نفسنا برضو ونخلي بالنا من نفسنا كويس جدا، الماسك طبعا والجوانتي والكحول اللي بتاعنا ونغسل ايدينا والحاجات دي كلها. فان شاء الله ان شاء الله ننزل بقى شغلنا على خير، ونشوف حياتنا ونشوف اصدقائنا واخواتنا واهالينا ونشوف كل الناس. يا رب يا رب نقابل بعض على خير ونشوف كل حبايبنا على خير يا رب. انا النهارده بقى جايه هنعمل حاجه كده مع بعض بقى، نعمل شتيطه وهنعمل هريسه. انا نزلت السوق وجبت شويه حاجات كده، وجبت كبه بقى بركولي، الكبه بتاعتي القديمه باظت فجبت كبه جديده. فان شاء الله بقى هنعمل شويه حاجات مع بعض، يلا بينا نشوف هنعمل ايه. انا نزلت السوق ولقيت الفلفل ده الكيلو بكام؟ الكيلو بخمسة جنيه، مع ان هو كيلو اللي هو بقى اللي بيبقى طازه يعني ب 12 وب 10. طبعا ده يعني ايه مش مهم، يعني جاب لنا شويه لان احنا هنعملها بقى هريسه. مش والفلفل الاحمر ده برده كيلو ب 5 جنيه، انا جبته وغسلته ما فيش فيه حاجه زي الفل. بصوا عامل ازاي، عامل ازاي يعني حاجه. بصوا الفلفل هي قد ايه حلوه وجميله. انا جايباه بقى هعمله ايه؟ هعمل الحامي ده شطيطه، وهنعمل البارد ده هريسه. وادي الكبه بقى الجديده بتاعتي ايه، انا فرحانه بيها قوي، لسه جايباها هنشغلها بقى مع بعض وهنشتغل بقى بيها. هننضف بقى شويه الفلفل دول كده اهوت، انا غسلاه بس هننضفه بقى، نشيل العنق ده وكده وهنهرسهم بقى مع بعض، وهقول لكم طريقه التخزين بتاعتهم ازاي. انا حطيته اهو في الكبه، غسلته ونضفته. يا جمالو يا جمالو، الله الله الله، لا جميله 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 بجد يا جماعه، صراحه حلوه حلوه حلوه. بس لازم تلبسوا جوانتي، لازم وانتوا بتعملوا بقى الشتيطه دي لازم جوانتي، لازم جوانتي. ايه الفيل بتاعه؟ مش فاهم، لازم جوانتي علشان طبعا الشطه دي حاميه جدا حاميه جدا، فلازم جوانتي. بس بصراحه حلوه، عقبال يا رب اللي ما جابش يجيبها. انا مبسوطه قوي اللي انا جبتها، بتاعتي كانت عاديه وباظت مني. اشمعنى ده؟ ملزوق. هيوم هيتعمل دلوقتي. هو برضه ملزوق، انت عارفه ليه؟ عشان منسوخ هنا. قفلنا عليه. قفلنا عليه الباب. هنفتح له عشان ايه؟ ينزل جنب اخواته. شتيطه شتيطه شتيطه. الدنيا بقى كده نحطها. انا حطيت بقى شويه تنين. بجد جميله جميله جميله. انا عملت خلاص بقى ده الشتيطه كلها خلصت اهي،
ضربت ضربة كلها حلوة جامدة حلوة بصراحة، جميلة جميلة جميلة. يا رب يا رب يا رب كل حبايبي وكل أهلي وجيراني وكل اللي بحبهم اللي ما عندوش يا رب يجيب. أنا كده عملت الشتيتة، دي الشتيتة دي احنا بقى هنعبيها، هنعبيها في الاكياس، هي ما بتحطش عليها اي حاجه ولا ملح ولا اي حاجه. انا بقى هحطها كده في الكيس كده. في برطمانات ماشي، يعني لو عندك برطمانات وفي مكان للبرطمانات ماشي. انا عشان الديب فريزر ما فيش مكان بقى بصراحه خالص، هو مليان في حاجات كتير، فانا هعبي في الكيس. وكمان البرطمانات يعني عندنا كلها هنحط فيها حاجات، يعني واخده مكان. احنا هنعمل كده، هنعمل كده كده، نطلع بقى كل الهواء كده منه كده كده. الهواء تعب تاني، نطلع الهواء بقى كده ونخليها كده، ونربط بقى الكيس كده. نرجع بقى نحط ايه؟ كيس كده. نخلص الكمية ونرجع لك. على فكرة الشتيتة ما بيتشالش منها البذر، لأن هي الشطة الحميان أصلا بيبقى في البذر بتاع الفلفل الحلو. يعني الشتيتة ما بنشيلش منها البذر، إنما الهريسة بنشيل منها البذر بتاعها. فعشان كده إيه أنا ما شلتش البذر بتاع دي. كده بحط كده علشان خاطر لما يبقى الواحد ياخد حته تبقى ايه؟ تبقى عامله، يبقى ما تبقاش بقى تخينه كده، لا ممكن نكسر حته كده تتكسر معاكي على طول. تبقى مفروده. مفروده وتبقى حلوه. اهم حاجه تطلعي منها الهوا كده. انا الحبه بقى الصغيرين دول هحطهم كده في حاجه في برطمان عندي صغير. وتكتبي عليها بقى، تكتبي دي شطه. شتيتة والتانية هرسة. انا عملت كيسين هما، هروق بقى على التانيين كده وارجع لكم. رجعنا تاني بقى هنضرب الفلفل بقى الزايد. هضرب شوية وارجع لكم عشان الصوت. انا ضربت شويه تاني اهو، ضربت دول وضربت دول كده. في ناس بقى بتحط عليه، بتحط عليه ملح، وفي ناس بتحط عليه زيت. انا ولا هحط ملح ولا هحط زيت، انا هسيبه كده. انا مش هحط ولا ملح ولا زيت. هنحط بقيه الفلفل الثاني اهو كده. انا بكيفه على كده وبكتب عليه بقى. ممكن تحطيه في برطمانات، ممكن تحطيه في اكياس عادي زي ما انت عايزه تحطيه. هضرب بقى كمية شوية اللي فاضلين دولك وارجع لك. هنكيف بقى. بصوا طلعت اهي. في ناس بتحط عليها شوية زيت، في ناس بتحط عليها شوية ملح. انا ولا هحط هذا ولا دي، مش هحط حاجة. انا هكيفها كده اهو بس. مقطوع من غيره علشان وانا بقى بعملها تبقى احط بقى ملح على يعني اللي انا عايزاه، الملح اللي انا عايزاه. حلوه بقى تحط في القوطه، تحط في التسبيكه بتاعت الاكل، تحط في اي في السمك في فنجان اي حاجه. بس كمان شويه
كيلو بخمسة جنيه مش وحش، لان هو يعني بره كيلو بعشرة وباتناشر. انت اخر النهار كده تجيبي شوية، انا هطلع الهوا كده من الكيس كله كده وهمسكه اهو واخليه كده ادي كيس. وبعدين ممكن بقى افضي برطمان برطمان، يعني افضي بحاجة برطمان يكون عندي خليه عندي وافضي في برطمان برطمان. وعامل ازاي حلو وجميل، بيبقى حلو جدا في الاكل وفي السمك وفي الباذنجان وفي كل حاجه. بعدين ممكن على فكره تضربين برضو في الخلاط، بس في الخلاط ده يحتاج ايه شويه ميه وما تحطيش كتير. هعمل الكيسين دولت واحد. انا عملت هما الكيسين، كيسين حار كيسين حار، وعملت الثلاث اكياس دول عاديين، وعملنا البرطمان ده. في ناس بتحب تحط ملح، في ناس بتحب تحط شويه زيت. انا ولا حطيت زيت ولا حطيت ملح. انا هحطهم في الديب فريزر بتاعي. لو انت التلاجة بتاعتك اللي هتحطي فيها شايفاها مش البرودة بتاعتها مش جامدة سويه. انا هعمل لكم مرة حلقة برضو ان انا اسوي لكم ده، بحيث ان انتوا تحطوه في التلاجة عادي. انا بحطه كده في الديب فريزر، اما بعوز اطلع حاجة باخد منه كده. هو اصلا ما بيجمدش، يعني بيسقع جامد، بس مش من النوع اللي هو بيتجمد جامد فانت ما تعرفيش تطلعيه. لا، ده كله 4 كيلو، دول كلهم ب 20 جنيه، أنا جايبة الكيلو ب 5 جنيه، يعني أما تنزلي كده آخر النهار شوية كده تكون يعني بقى في مثلا تحس إنها بايتة شوية يعني، عادي مش مهم، إحنا نجيب بس الطازة الحلو للسلطة وكده، إنما لأ، لو مثلا لقيناه متهوت شوية نجيب منه. وعجبكم الفيديو شيروه، اعملوا اشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. باي باي، متنساش المتابعة.